البرجر سولابيليتي قلنا ان احنا قبل كده عندنا الذوبان انواع، في الذوبان الكامل واخدناه المره اللي فاتت بالفيز دايجرام، حد ذاكر؟ طب الحمد لله. البرجر سولابيليتي هيطول معانا شويه، يعني يمكن ياخد مثلا لحد الميد تيرم ولا حاجه، لان هنتكلم على الحاجات السيمبل وبعد كده نخش في الحديد والكربون اللي هو جوه البرجر سولابيليتي. زي ما قلنا قبل كده وبعيد تاني، انا برجر سولابيليتي يعني ذوبان جزئي. جزئي يعني انا عندي عنصر ايه بيدوب في عنصر بي بس له سوليابيليتي ليميت، يعني حد ذوبان. لو انا تخطيت حد الذوبان يبقى انا هيدوب جزء من الكميه بتاعت الايه ده ذوبان كامل، وبعد كده ترسب ايه زي ما هي. هنفترض ان اقصى ذوبان للايه في البي 15%، في كذا حاله. لو انا حطيت اقل من 15% يحصل كومبليت سوليابيليتي عادي زي اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. لو انا حطيت اكبر من 15% هيحصل كومبليت سوليابيليتي باللي هو 15 زائد يحصل ترسيب للزياده بتاعه ال 15، على فرض ان هي 17 يبقى 15 كومبليت، ويفضل اثنين يترسبوا ايه زي ما هم. وكذلك برضو البي ليها ماكسيمم سوليابيليتي في ايه زي ما هنشوف دلوقتي. برشل سوليابيليتي ده كلام عام او عنوان عام. العنوان اللي احنا هنبدا بيه النهارده حاجه اسمها ايوتكتيك فيز دايجرام، هنعرف يعني ايه ايوتكتيك دلوقتي والتفاصيل كلها. تعالى ناخد رسمه الفيز دايجرام اللي هو بتاع السيمبل ايوتكتيك فيز دايجرام، ونعرف نبدا نشوف النقط المهمه والحاجات اللي احنا محتاجين نفهمها. ادي عنصر اسمه A وعنصر اسمه B، يبقى ده تدريج مين؟ B. تمام؟ ليه؟ قلنا لما ببقى هنا عندي صفر بي وهنا 100 يبقى ده تدريج بي، يبقى هنا اما الاقي 20 40 60 وهكذا. عندي عنصر ايه له ميلتنج بوينت، وعندي عنصر بي له ميلتنج بوينت. ما بين الاثنين دول بلاقي بقى الفيز دايجرام بتاعتي بالشكل ده كده. تعالى بقى نشوف النقط المهمة وأسامي الفيزز وجت منين. إيه؟ عندي طبعا الخط ده خط ثابت، تمام؟ أفق يعني. فوق الاتنين ميلتنج بوينت المفروض ألاقي المادة إيه؟ ليكويد. وتحتها هنا بتبقى تحت خالص بتبقى سوليد. بس خلينا نقول إنها سوليد كده دلوقتي لحد ما نشوف هنغير الكلمة دي برموز إزاي. لما أبص على الفيز دايجرام بلاقي فيه نقط مهمة. النقط المهمة هي الميلتنج بوينت الاولانيين دول، خلاص عندي نقطة واحد، عندي نقطة اثنين، عندي نقطة ثلاثة. تمام كده؟ لما ابص على فيز دايجرام مرسومة هلاقي حاجة هنا اسمها ألفا، وقلنا ألفا يبقى إيه؟ سوليد فيز، وعندي حاجة هنا اسمها بيتا برضه سوليد فيز. وهلاقي بقى هنا هعلمك حاجة لازم تبقى أنت عارفها عشان لو شفت رسمة معقدة وسايبها لك فاضية ممكن أنت تكملها بنفسك. المنطقة الوسيطة الانترميديت ما بين اثنين فيزز بتبقى موجود فيها الاثنين، فاكرين المرة اللي فاتت لما كنا بنعمل كده كنا بنقول هنا ليكويد وهنا الفا، كنا بنلاقي هنا مين؟ ليكويد زائد الفا او الفا زائد ليكويد. جاية منين؟ جاية من ان الليكويد ده بيبدأ يتحول لحد ما يتحول لكله الفا. عشان تعرفها على طول كده، عشان لو جات لك رسمة فيها حاجات انت مش عارف هي بتاعت ايه اصلا ولا فيها كام فيز ولا حاجة، المنطقة الوسط ما بتبقى مجموع ما بين الاثنين اللي بايه؟ بتفصل ما بينهم. فالمنطقة دي فاصلة ما بين مين ومين؟ بين الألفا والليكويد، يبقى أنا عندي هنا هلاقي ألفا وليكويد. وهنا ما بين بيتا وليكويد، يبقى أنا عندي هنا بيتا وليكويد. طب المنطقة دي ما بين مين ومين؟ شايف الحدود بتاعتها؟ ألفا وبيتا. يبقى السوليد، عليكم السلام، السوليد اللي أنا لقيته تحت ده طلع اتنين سوليد مش واحد. يبقى أنا عندي ليكويد فوق، ولما نزلت تحت لقيت بقوا اتنين سوليد، بس في سوليد منهم بيبقى موجود يعني ناحية الشمال، والسوليد ناحيه اليمين، ده اسمه الفا وده اسمه بيتا. ولو جالك في الامتحان وعكسهم ما عندكش مشكله خالص، مفيش مشكله خالص انه يخلي دي بيتا ودي الفا، يبقى دي بيتا زائد ليكويد ودي الفا زائد ليكويد ودي الفا وبيتا. يسميها سيتا يسميها ايتا مش مهم، المهم ان انت فاهم ان الحروف اللاتينيه الفا بيتا غاما دلتا ايتا سيتا الحاجات دي كلها دي سوليد فيز. تمام كده؟ طيب تعالى بقى نشوف النقط المهمه دي. مش احنا لسه قايلين دلوقتي ان في ماكسيمم سوليابيليتي؟ لو انا دلوقتي حطيت العنصر بتاع A جوه B بمقدار، او B جوه A اي حاجه منهم هنشوف دلوقتي بمقدار اقل من السوليابيليتي ليميت، كان هيعمل لي ايه؟ كومبليت سوليابيليتي.
طب هو مش الالفا الواحده دي الالفا بتبقى عباره عن وان سوليد فيز؟ يعني هي هي اللي هنا دي، يعني ده كومبليت سولابيلتي. يبقى انا طول ما انا في المنطقه دي اقل من نقطه واحد هيبقى كومبليت. يبقى اذا النقطه واحد دي بنسميها ايه؟ بنسميها ماكسيمم سولابيلتي، او نسميها سولابيلتي ليميت عشان ما نتلخبطش. سولابيلتي ليميت اوف بي ان اي. ليه؟ هنفترض النقطه دي كده لو نزلت مثلا لقيتها مثلا 10 ولا حاجه، معنى كده ان 10% ايه؟ بي. يعني كام ايه؟ يبقى الاي بتدوب لحد 10% بي. اقل من 10 فيما اقل بتديني ايه؟ وان سوليد فيز. يعني يبقى ايه؟ كومبليت سوليابيليتي. بس كلمه سوليابيليتي ليميت اوف بي ان اي از مثلا 10%، المعلومه دي ناقصه. ليه؟ لازم اضيف لها ايه؟ درجه حراره. يبقى درجة الحرارة بتتحكم عندي في السوليابيليتي ليميت. فاكرين الكوباية بتاعت السكر والمية دي؟ أنت حطيت معلقة 2 3 5 وبعدين ما عادش بيدوب تاني، طب روح سخن المية دي، هتاخد أكتر من 5؟ أه. كوباية المية الساقعة بتدوب أكتر ولا كوباية الشاي؟ الشاي. يبقى أنت لما ترفع درجة الحرارة بيحصل سوليابيليتي ليميت أكتر. تمام؟ طب لو بردت، لو جبت المية دي وخليتها متلجة هتدوب اقل. يبقى اذا ماكس سوليابيليتي ليميت اوف بي ان اي از كذا، لازم اقول ات كذا اللي هي درجه الحراره دي. بدليل تعال خد الخط ده كده ونكمل بيه لحد تحت. الرقم ده وليكن يعني طلع 3 مثلا. طب هو برده مش الثلاثة ده قبلها كده كنت بجيب الفا؟ يعني ماكسيمم سوليابيليتي. يبقى ايه الفرق ما بين دي ودي؟ الفرق ما بينها ان دي ماكسيمم سوليابيليتي نقطة مثلا 3 اهي، سو سوليابيليتي ليميت اوف بي ان اي ات روم تمبريتشر. يبقى درجة حرارة الغرفة دوبت لي 3، بس لما سخنت هنا وطلعت مثلا يعني 200 درجة ولا حاجة، جابت لي كام؟ 10. طب لو طلعت أكتر تجيب أكتر؟ لا. الأقصى ذوبان للبي في الاي على الإطلاق هي النقطة دي. وبعده هيحصل حاجات هنشوفها دلوقتي اللي هي الايوتكتيك رياكشن ده. يبقى اقصى ذوبان للبي في الاي هي النقطة واحد دي اللي هتطلع زي ما تطلع بقى على حسب المسألة، اللي هي عند درجة الحرارة دي. لكل ما قل بدرجة الحرارة تجيب اقل. يعني مثلا لو دي 200 وهنا عند درجة حرارة 100 كده، عايز اجيب الماكسيموم سيلابيليتي اعمل ايه؟ همشي كده واقطع الخط ده. ايه الخط ده؟ هو ليه الخط ده هو اللي بيحكم عندي في الموضوع؟ لان الخط ده دخلني في قصة ثانية. الخط ده لما دخلش، انا فاكرين مره فاتت قلت لكم الخط ده بيعمل ايه؟ بيغير فيزيس وبيغير كولينج كيرف وبيغير مايكرو ستراكشر. فالخط ده بيقول لي ان انا دخلت منطقه اسمها الفا وبيتا، انما طول ما انا عايز اكون الفا بس ما ينفعش اخطيه. يبقى عند ال 100 همشي كده الاقي الحته دي تطلع مثلا يعني 6. يبقى عند الروم تمبريتشر كانت 3 لما رفعت درجه الحراره 100، بقت 6 دوبت اكتر بتاعت السكر والميه اهو. ولما طلعت عند 200 بس دي اقصى حاجه ممكن تدوب عندي من البي في الايه. نفس الكلام روح الناحيه الثانيه. النقطه وانا سميت دي 3 سميها 4 بقى في 3. النقطه رقم 3 دي تعالى كده مثلا اقراها تطلع مثلا 95 ولا حاجه. 95% بي صح؟ ومعاهم ايه بكام ايه؟ 5 ايه. ال 5 ايه ده بقى بنقول ان نقطه 3 دي هي ماكسيمم سوليابيليتي اوف ايه ان بي. هتقول لي بقى هو ايه بقى اللخبطه دي؟ مش هما الاثنين كده كده بيدوبوا في بعض ايه ايه ام بي؟ لا، احنا بنقول اللي نسبته اكبر هو الاصل. عارفين لما كنا لو انتوا درست كومبوزيت كنا بنقول ان الماتريكس، او مثلا لو انا بجيب صبه حديد وبحط جواها فايبر مثلا، فبنقول ان الفايبر ده هو اللي بيدوب جوه الحديد او هو اللي بينضاف للحديد. هنا برضو نفس الكلام، في حاجه اسمها سوليوت وسولفنت، مذاب ومذيب. المذيب هو اللي نسبته اكبر، فهنا البي هي اللي 95%، فبجيب 5% من ايه واحطها جواه. هنا العكس، الايه هو اللي اكتر. فنقطه 3 دي هي ماكسيمم سوليابيليتي اوف اي ان بي اللي هي تطلع كام؟ 5 بقى مش 95، الناس ما تتلخبطش. انا هنا كنت باخد الرقم على طول لان هو نفس التدريج بتاع البي، انما اقصى ذوبان للاي في البي هي النقطه دي اللي هي 95 اللي هي تطلع مثلا هنقول 5% عند درجة حرارة كام؟ برضو 200 درجة. طب لو عايز اجيب اقصى ذوبان عند الروم تمبريتشر باخد الخط ده واوصله هنا وليكن طلع 99 مثلا.
يبقى نقطة مثلا خمسة، يبقى نقطة خمسة هي الأقصى ذوبان للـ A في الـ B عند الروم تمبريتشر اللي هي طالعة كام؟ 1%. سؤال بقى للأذكياء، لو احنا الخط ده وقع هنا كده يبقى أقصى ذوبان للـ A في الـ B كام؟ صفر. صفر يعني إيه؟ يعني عمرهم ما يدوبوا في بعض ذوبان كامل في درجة حرارة الغرفة. عشان ادوب لازم اطلع لفوق شويه. تمام كده؟ تمام، يبقى النقط دي غايه في الاهميه عشان تبقى فاهم ليه قبل النقطه دي ممكن يبقى عندي ماكسيمم سوليبيتي، بس هي ميه والسكر بالظبط، بقى ميه بسكر. ازود؟ لا، جابت لي بقى بيتا وحاجات زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى دي ميلتنج تمبريتشر بتاع A، ميلتنج تمبريتشر بتاع B، والنقط دي اقصى ذوبان للبي في الاي، اقصى ذوبان للاي في البي، وعند الروم تمبريتشر تحت. تمام؟ ليه بقول لك الروم تمبريتشر دي مهمه؟ حتى لو ما بتجيش كتير لانه ممكن يسالك عليها، فانت تروح ماسك الخط ده وماشي على استقامته كده وتشوف هيقرا كام قد ايه، وهو ممكن يبقى مديهولك كمان. تمام. طيب لاحظنا بقى حاجه ثانيه. لاحظنا ان انا عندي الخط الافقي دي في كلمه ممكن تقابلك، ايه الالفا وايه البيتا لو احنا عايزين يعني نميزهم بتعريف او حاجه. بنقول ان الفا هي سوليد فيز ريتش ان ايه ولا بيه؟ ايه؟ ليه؟ لان انا هنا الالفا دي بتجيب لي 4% بي، 5، 7، 10، يبقى اقصى حاجه في المعظم عندها في بي، والبيتا هي سوليد فيز ريتش ان بي. تمام كده؟ تمام. الخط الافقي ده، الخط الافقي في الفيز دايجرام بنقول عليه انفاريانت رياكشن. انفاريانت رياكشن. وهو تعريفه هو تفاعل بيحصل عند درجة حرارة ثابتة. له أنواع، يجي ستة أنواع، خلينا في اللي معانا دلوقتي وإن شاء الله في إيه؟ بالحديد والكربون هيجي الباقي. Invariant reaction هو reaction بيحصل عند constant temperature أو درجة حرارة ثابتة. طالما درجة حرارة ثابتة يبقى أنا هعرف في الفيز دايجرام ده إن هو شكله إيه؟ خط أفقي. تمام كده؟ وانا دايما بالبلدي كده بقول يا هتلاقيه عامل 7 يا هتلاقيه عامل 8. عامل 7 لما يكون عندي فيز بتتحول لاثنين فيز، وعامل 8 لو عندي فيز بتتقسم لاثنين. تمام كده؟ طيب اسف، عكس. وطبعا هيتنج وكولينج عكس بعض، يعني انا في الحاله دي لو انا بعمل كولينج يبقى عندي فيز بتتحول لاثنين، لو انا ببرد نازل كده، لو انا بسخن العكس. تمام؟ فانا دايما لما عشان لما يجيب لي في امتحان احيانا يجيب فيز دايجرام انت اول مره تشوفه، ما شفتهاش قبل كده في السكشن في المحاضره ولا حاجه، لان انا عندي اهم حاجه اكون فاهم الحاجات ويجيبها زي ما يجيبها. فانا اعرف يقول لك استخرج لي بقى الانفاريانت الاكشن اللي موجوده في الفيز دايجرام دي، اعرفه منين؟ خط افقي. ودايما يا عامل ليه بقول الخط افقي عامل 7 او 8؟ ان ممكن يقابل خط افقي يكون هو حاطه قاصد غلط، يكون كان فيز دايجرام اصلا معقده جدا ما فيهاش 7 ولا 8، يعني ما فيهاش تحول، يبقى مش انفاريانت رياكشن، ده حاجه بقى ثانيه خالص. تمام كده؟ طيب عشان اعرف الانفاريانت رياكشن ده ايه اللي بيحصل فيه، اجي عند نقطه التلاقي بتاعت الخطوط دي اللي هي عامله 7 او 8 دي، واقف اشوف ايه اللي بيحصل. ايه اللي بيحصل يعني ايه؟ يعني قبل الخط كنت ايه وتحت الخط كنت ايه، وده هيسهل عليك حفظ انواع الانفاريانت رياكشن او معرفتها. هنا قبل الخط كانت الفيز ايه يا راجل؟ ليكويد. يعني انا هنفترض ان السبيكه اهي، تمام كده؟ قبل الخط كانت ليكويد، حلو؟ وتحت الخط سوليد. يبقى ليكويد بيتحول لاثنين سوليد، ماليش دعوه باساميهم دلوقتي. ده اسمه ايه؟ اسمه ايوتكتيك. الاسامي دي طبعا مش انجليزي. ايوتكتيك رياكشن يعني ملهاش ترجمه اصلا. ايوتكتيك رياكشن، تعريف الايوتكتيك رياكشن هو ليكويد بيتحول لاثنين سوليد عند درجة حرارة ثابتة، وطبعا العلاقة ريفرسبل، يعني الاثنين سوليد لو سخنتهم يتحولوا لليكويد. تمام؟ طيب لما اجي اكتب الانفاريانت رياكشن يا شباب ما ينفعش اكتبه ناقص، الانفاريانت رياكشن بينكتب فيزس ودرجة حرارة وتركيزات. يعني هنفترض ان انا احط ارقام هنا، دي وليكن 10، دي مثلا 50، دي مثلا 95، ودي درجة حرارة 200. لما اجي اكتب الرياكشن ده اقول ان الليكويد اللي تركيزه 50% بي
عند درجة حرارة 200 بيتحول لألفا 10% بي زائد بيتا 95% بي. كده يبقى الرياكشن مكتوب صح. ليه؟ عشان في الحديد والكربون حضرتك مش هيجيب لك الرسمه ويقول لك انت طلع منها، انت المفروض هتبقى حافظهم الثلاث، لان حافظ المنحنى حديد وكربون كله بدرجات حراره وبالفيزياء بكله، بالفيزياء بتاعتها بكله. يبقى اذا لازم عشان اكتب ايوتكتيك رياكشن مظبوط اكتب الفيزياء الليكويد حول الفا وبيتا تركيزاتهم كذا وكذا وكذا ودرجه الحراره، وطبعا ايه التفاعل ريفيرسبل زي ما احنا قلنا. اتفضل. ايه؟ لا تركيزات؟ لا على حسب الرسم، يعني لو خليت لك دي 5 ودي 45 ودي 90 هتكتب ايه؟ حسب الرسمه، تمام كده؟ نعم. شكرا. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالى بقى نشوف كام سبيكه كده. لا ما مش لهاش علاقه، معنى كده ان الالفا شويه الالفا اللي اتكونوا فيهم 10 بي والباقي ايه؟ ده سوليد، كل واحد سوليد لوحده. تعال نشوف كذا سبيكة كده يا شباب ونشوف ايه اللي هيحصل فيها عشان نفهم فين السبايك اللي قبل الخط واللي بعد الخط واللي غنية بالاي واللي غنية بالبي وهكذا. نمسح الرسمة دي بس ونرسم واحدة ايه على نظافة كده عشان ما تتلخبطوش. لو جه في الامتحان ان شاء الله تيجي في المسائل الكلام ده، لو جه في الامتحان وما ادكش فيز دايجرام واداك المسألة وعرفت انها دي برشل، هو الشكل ده اللي مفروض معاك على طول. لو ما رسمش شكل مختلف لو او ما اداكش الرسمة يبقى انت عارف ان ده على طول، لما يجي يتكلم ويحط مسألة او سؤال يبقى انا عارف ان ديت الرسمة الافتراضية بتاعت الايوتكتيك فيز دايجرام. ادي الايه الفيزز اللي موجودة عندنا. نحط بقى ايه مثال حقيقي، يعني بي بي واس ان دي 18.3 من 10، دي 61.9 من 10، دي 97.8 من 10، دي تقريبا كانت 183، ودي الفا ودي بيتا. تعالوا كده يا شباب ناخد شويه سبايك وانتوا بقى الايه بشويه الحاجات اللي فهمتوها المره اللي فاتت وفهمتوها المره دي انتوا اللي هتقولوا معايا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبع سبايك. كل واحدة من دول هنرسم الكولينج كيرف والمايكرو ستراكشر بتاعها ونشوف التطور الفيزز بيحصل ازاي وهكذا. قلنا المرة اللي فاتت واحنا بنرسم الفيز دايجرام اسف الكولينج كيرف والمايكرو ستراكشر قلنا بعمل ايه؟ بمشي مع الخط، عديت منطقة او دخلت منطقه جديده يبقى هيحصل تطور او اختلاف في الكيرفيتشر بتاع الكولينج كيرف ويظهر فيز جديده عندي، وبعدين كده نشوف الرسم ازاي. تمام. تعال على سبيكه واحد كده كانت ايه في الاول، ليكويد، وبعدين قول ايه السوليد ده الفا وليكويد، وبعدين الفا في حاجه تانية يا راجل. بص واحد تمام كده. طب تعالى نرسم دي شكل مين دي؟ انا عارف انها شكل مين في قبل كده، يعني مش دي شكل الكومبليت صح كده؟ ادي ليكويد وبعد كده بقى عندي شويه الفا وبعدين كده بقى كله الالفا. دي شكل مين؟ مش شكل الكومبليت دي؟ يبقى اذا انا ممكن الاقي عندي في البارشال سوليابيليتي كولينج كيرف وماكرو ستراكشر زي الكومبليت بالظبط. ايه الشرط بالنسبه لسبيكه واحد تطلع كومبليت كده زي الكومبليت سوليابيليتي اللي فاتت بتاع السكشن اللي فات بالظبط؟ ايه الشرط ان يطلع كده؟ حلو. لازم التركيز بتاعها ما يعديش النقطه دي، لان لو بمجرد ما تخط النقطه دي كده هتخش في الفا وبيتا. يبقى اذا لو الكومبوزيشن بتاعي اقل من الماكسيمم سوليابيليتي بتاع الروم تمبريتشر يطلع معايا كده. دي شكل مين الناحيه الثانيه؟ سبعة. ايه اللي هيحصل في سبعة؟ كانت ليكويد وبعدين بيتا وليكويد وبعدين بيتا بس، برضو دي كومبليت سوليابيليتي اهو،
ادي حد مش فاهم اللي انا برسمه في المايكرو ستراكشر ده كله بقى بيتا، يبقى 1 سوليد فيز يبقى كومبليت سوليابيليتي، وده برضو تركيزه ما ينفعش يبقى اقل من النقطه دي. يعني هنفترض ان دي 99 يبقى 99 فيما فوق، تمام؟ واحتماليه وجود السبيكه ده قليل جدا جدا جدا، تمام؟ طيب تعالى على 2 كده. 2 ها كنا ليكويد، انتوا بتقولوا ولا ايوه الفا الاول. حلو قوي. اللي زاد على دي ان بقى في مرحله ثانيه الفا وبيتا. همشي يا شباب عشان الناس اللي ما حضرتش السكشن اللي فات او ما ذاكرتش. الليكويد بيترسم دايره فاضيه وفيها ال كده، ومنزل الخط ده قلنا الخط ده عامل زي المطب كده، لازم امور العربيه وهدي واشوف ايه اللي هيحصل فيه. الخط ده جاب لي ليكويد زي ما هو، بنزله زي ما هو، ظهر لي الفا سوليد على ليكويد شويه كور جوه الليكويد ده، لما عديت الخط ده ما عادش ليكويد وبقى الفا بس، وان سوليد فيز بتترسم جرين وجرين باوندري كده. اما نزلت فوق تحت الخط ده لقيت الالفا زي ما هي، هنزلها زي ما هي اهي. فضل عندي مين الجديد؟ سوليد، صح؟ سوليد بيتكون على سوليد بيترسب على الجرين باوندري بتاعه. ليه؟ دلوقتي انا لو اقول لكم زي ايه؟ الكيكه وهي طريه، لو حته كيكه اتكونت بتبقى جامده وحواليها لسه العجين كده. طب بعد ما تخلص وبقت كلها سوليد وعايزين نحط بقى بتاع الابيض ده اسمه ايه؟ لا جوز كريم ايه بس؟ جوز الهند احنا غلابه. لما ارش جوز الهند كده بيخش جوه ولا بيدن على السطح؟ لانه سوليد على سوليد، تمام؟ كريمه برده شغاله يعني، بس زبيب اي حاجه. يبقى نخلي بالنا من الحته دي عشان الناس بتتلخبط فيها دايما. لما لقيت سوليد بيتكون على ليكويد كان حته شويه ميه وحطيت فيهم حته ثلج، فبتبقى موجوده جوه الليكويد عادي. انما سوليد خلاص هي سوليد، شويه سوليد اتكونوا عليهم بيتكونوا على الجرين باوندري هنا كده. طبعا فيها هتلاقي ممكن بعض الكتب ترسمها كده، مفيش مشكله. يبقى الارضيه دي كانت الفا، وشويه الحاجات اللي اتكونوا جديد دول اسمهم بيتا. وتعالى افهمك حاجه بقى، احنا قبل النقطه دي قلنا السبيكه بتعمل لي ايه يا شباب؟ تعمل كومبليت سوليابيليتي. بمجرد ما تخطيتها الشويه الزياده دول، لو انا افترضت ان دي مثلا 2% ودي مثلا 5%، فخلي بالكم يا شباب ان لو افترضنا مثلا ان النقطه دي كانت 1% وانا دي 3%، فقلنا قبل ال 1% كان بيعمل لي الفا بس، لما حطيت 3 زياده في كده كام زياده؟ 2% ايه؟ اس ان. والاس ان دي كانت بتعمل لي فيز اسمها ايه؟ بيتا. مش احنا قلنا البيتا دي غنيه بالعنصر ده؟ يبقى شويه الزياده دول عملوا لي بيتا اتكونوا على السطح ده. رقم 2 شكل مين الناحيه الثانيه؟ 6. يلا كده ليكويد بيتا وليكويد بيتا. الرسم بيبقى كده يا شباب عشوائي كده عادي يعني، تمام؟ ليكويد اهو سوليد بيتكون على ليكويد، قلنا بيبقى عباره عن كور كده وموجوده مع السوليد، وبعدين كله بقى سوليد بس. ولما نزلت هنا بقى معايا سوليد ويتكون على سوليد، يبقى موجود فين؟ على الجرين. ادي البيتا القديمه زي ما هي اهو، وشويه الفا موجودين. جم منين الالفا دول يا شباب؟ جم ان انا قلت لك ان النقطه دي وليكن 98%. قبل بعد ال 98 كانت جابت بيتا بس. انا لما حطيت دي وطلعت مثلا 97، فبقى في فرق واحد ناقص من الاس ان، يعني زياده في البي بي، والبي بي بتعمل لي الفا، فيظهر الالفا على الجرين باوندري كده. في مشكله كده؟ طيب ان شاء الله مفيش مشاكل خالص. تعالى بقى 3 و4 و5 عشان هيحصل فيهم جديد. نتيجه ايه بقى؟ ايه اللي مختلف عن 3 و4 3 و4 و5 عن الباقيين؟ ان هيمر على الخط الثابت ده اللي هو الانفيريانت رياكشن ده. رقم 3 ها ليكويد الفا وليكويد. حلو. الخط اللي عدت عليه ده هيجيب لي الفا وبيتا، صح؟ بس التحول هنا بيحصل عن درجه حراره
ثابته. يعني بيحصل ايه في الكولينج كيرف؟ بيحصل ثبات في درجه الحراره مع الزياده في التايم. ده شكل مين؟ شكل البيور ميتال. فاكرين في البيور ميتال كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان مثلا الميه كانت ليكويد لما توصل للصفر درجه الحراره دي بتثبت، والتلج يبدا يتكون لحد ما كله يبقى 100% تلج سوليد، ننزل بعد كده تبقى سوليد. يبقى لما في البيور ميتال وفي الانفاريانت رياكشن تفاعل بيحصل عند درجه حراره ثابته، يبقى في ثبات في التمبريتشر مع الزياده في التايم. ما احنا قايلين ان ده اصلا علاقه ما بين التايم والتمبريتشر، يبقى ثبات. ويديني بعد كده الفا وبيتا، وخدوها قاعده من اخوكم الكبير، اكتب الانفاريانت رياكشن اللي هيحصل عليه على الخط ده عشان ما تتلخبطش، لان في الحديد والكربون انت هترسم منحنى من اول السبوره لحد اخرها لو، وهتعدي على ثلاثه انفاريانت رياكشن او اثنين هتتلخبط. انت دلوقتي هنا عملت ثبات لانك فاهم ان هنا بيحصل تفاعل عند درجه حراره ثابته، اللي هو ايه؟ اللي هو ليكويد بيتحول لالفا وبيتا. تمام كده؟ طيب هتقول لي يا باشمهندس هو ايه الفرق بين ثلاثه واثنين؟ ما عملناش ليه خط ثابت؟ هقول لك ان اللي بيحكمني هو التحول. بص الالفا بدات هنا ودناتها تزيد، يعني التمبريتشر بيقل والتايم بيزيد مع نفس الوقت، ففي انترفال في التايم وفي التمبريتشر. انما هنا عند النقطه دي الليكويد بيتحول لالفا وبيتا على طول. هل بيتحول في زيرو تايم؟ لا، لازم يحصل تايم ثبات كده. تعال نرسم بقى المايكروستراكشر. بدانا بايه؟ بليكويد، دايره وفيها فاضي، وبعدين اللي ظهر جديد شويه الفا مع الليكويد، وانا نازل بقى على الخط هنا معايا شويه الفا ومعايا شويه ليكويد. الخط ده يا شباب بيقول ان يحصل عنده تفاعل انفاريانت رياكشن، بيتحول فيه الليكويد لالفا وبيتا. طب الالفا اللي نازله عدى على الخط ده هتحصل لها حاجه؟ يعني الفيز دايجرام بيقول ان هيحصل لها حاجه؟ لا، مش هيحصل لها حاجه. وبالتالي اللي ما بيحصلوش حاجه بننزله الاول، ادي الفا تمام، وشويه الليكويد اللي موجودين دول الخط ده بيقول انهم هيتحولوا لالفا وبيتا. الايوتكتيك رياكشن، الايوتكتيك رياكشن او الانفاريانت رياكشن عموما يعني بيكون الفيزس على شكل حاجه اسمها لاميلار ستراكشر. لاميلار ستراكشر بالعربي يعني شرايح، يعني بتبقى عامله كده. اعتبر ان السبوره دي شريحه، البيضه دي والسوده دي شريحه، شريحه منهم الفا وشريحه منهم بيتا. طبعا الفيز دايجرام بقاش بالشكل ده، لو انت قصدي المايكرو ستراكشر يعني المفروض بيعمل كده مثلا، بس انا برسمه لك بسيط شويه عشان ما تتلخبطش. بيبقى عندي الفا اهي اللي هي اللي قبل الخط اتكونت وما حصلش حاجه، وعندي بقى شرايح في كل الجريم من جوه. الشرايح دي عباره عن ايه؟ واحده منهم الفا واحده منهم بيتا. عشان لخبطه الاسامي والناس ما تتلخبطش، مش انا عندي الفا والفا صح؟ الاثنين الالفا والبيتا دول جايين من تفاعل اسمه ايه؟ ايوتكتيك، فبنسميهم باسم التفاعل، الفا ايوتكتيك وبيتا ايوتكتيك. واللي قبل التفاعل دي بنسميها برايمري. برايمري يعني ابتدائي، اللي هي تكونت قبل الخط. يبقى ايه الفرق ما بين الالفا برايمري والالفا ايوتكتيك؟ الفا برايمري تكونت على شكل سفيرز او كور قبل التفاعل. الالفا ايوتكتيك اتكونت على شكل شرايح نتيجه التفاعل. تمام كده؟ يبقى نخلي بالنا دايما وانا معدي على الخط اللي هيتحول هو الليكويد بس، اي حاجه اتكونت قبل الخط بتنزل زي ما هي، وبديها اسم برايمري او حرف البي ده، واحيانا بعض الكتب سماها برو، بس خلينا برايمري افضل يعني. والايوتكتيك ده ممكن ما سمهوش ليه؟ صوره واحد بس، بس خليه متسمي عشان يثبت في دماغك ان الحاجه بتاخد اسم التفاعل. طب دي شكل مين؟ خمسه، كانت ليكويد وبعدين بيتا وليكويد وبعدين حصل ايه؟ ثبات. الثبات ده بيقول ان الليكويد بيتحول لالفا وبيتا، وادي الفا وبيتا. حلو كده؟ ليكويد اهو، وبعدين ايه اللي حصل؟ سوليد اتكون على ليكويد، بيبقى عباره عن كور جوه عايمه جوه الليكويد. تحت الخط الليكويد هيتحول والبيتا هدناها زي ما هي، يبقى البيتا اللي هدناها زي ما هي هنزلها زي ما هي اهي، ويفضل عندي الليكويد هيتحول على شكل شرايح. طبعا بقول انا برسمه سهل كده، انما المفروض الشكل يبقى عامل كده. شريحه منهم الفا وشريحه، تقول لي يا باشمهندس هو لازم السبوره تبقى هي البيتا لا مش اي حاجه،
اي حاجه تمام. نفس الكلام دول هياخدوا اسم التفاعل واللي قبل التفاعل اسمه برايم. مين بقى الريس بتاع الكلام ده كله؟ السبيكه رقم 4 كانت ليكويد وبعدين ثبات. ايوه الثبات ده بيقول ان ليكويد بيتحول لالفا وبيتا. وحتى انا ساعات كنت بقول للناس اكتبوا كلمه ايوتكتيك كمان عشان ايه؟ عشان تبقى عارف ان ده اسمه ايوتكت لان هيقابلنا حاجه بعد كده اسمها مختلف. ادي الفا وبيتا كانت ليكويد اهي، في حاجه نازله من على الخط غيره، وبالتالي كله هيبقى عباره عن شرايح بس. الشرايح عباره عن ايه؟ الفا ايوتكتيك وبيتا ايوتكتيك، مفيش برايمري هنا. حد فهم حاجه؟ لا ما سمعت تقل. لا فهمنا اخر واحده. طيب في مشكله في في في, في 3 و5. طيب هنا كانت ليكويد بس صح، وبعدين عند ما فيش، ما عدتش على حاجه خالص، هي عدت في نقطه النص بالظبط، فليكويد عدى على الخط ادانا الفا وبيتا، يبقى ليكويد ثبات الفا وبيتا. ما في ايه اللي معدى على الخط؟ ليكويد بس، فنزل كله اتحول على شكل شرايح الفا وبيتا. في برايمري؟ لا. ليه؟ لان ما فيش سوليد اتكون قبل الخط تمام. السبيكه رقم 4 دي يا شباب بيسموها الايوتكتيك الوي، السبيكه الايوتكتيك، معناها انها تركيزها هو تركيز نقطه الايوتكتيك دي اللي بتعدي عند نقطه التلاقي بتاع الخطوط اللي قبل الخط، يعني من بدايه من هنا لحد هنا اللي قبل نقطه الايوتكتيك بيسموها هايبو ايوتكتيك. هايبو في اللاتيني يعني ما قبل. والسبيكه رقم 5 بيسموها هايبر ايوتكتيك. يبقى تعالى نعمل مقارنه لذيذه كده، ايه الفرق ما بين الهايبو والهايبر؟ يلا واحد يعني حلو. الهايبو فيها الفا برايمر ودي يبقى البرايمر فيز هنا الفا والبرايمر فيز هنا بيتا. ايه تاني؟ التركيز بتاعها، التركيز بتاعها قبل اقل من نقطه الايوتكتيك، هنا التركيز بتاعها بعد نقطه الايوتكتيك. النقطه دي يا شباب بتطير مسائل. ليه؟ لان هو دلوقتي ممكن يقول لك هايبو ايوتكتيك الوي ويبدا يسالك، فانت ما تاخدش بالك وتروح حاططها هنا وتشتغل عليها، او يديك في المساله زي ما هنشوف في المسائل نسبه البيتا برايمري من غير ما يقول لك بقى تركيز ولا غير تركيز، يبقى المفروض هي فين نسبه البيتا برايمري؟ كذا، مفيش بيتا برايمري الا هنا تمام. وعشان ما تتلخبطش في البرايمري شوف مين اللي مع الليكويد فوق الخط، هنا الفا هنا بيتا، هنا الفا برايمري هنا بيتا برايمري، هنا التركيز بتاعها قبل نقطة الايوتكتيك. ونخلي بالنا الارقام دي بتاعت البي بي اس ان، هو يجيب بقى اي بي يجيبها اي جي وسي يو اي حاجة مش تفرق معاه. وتركيز الهايبر هنا في بعد نقطة الايوتكتيك لحد هنا. يبقى دول السبع سبايك يا شباب اللي مفيش احتمال اكتر من السبعة دول موجودين عندي في الايوتكتيك في الذاكرة. عندي سبيكة ما عدتش نقطة الروم تمبريتشر هنا، فبتعمل لي كانها كومبليت سوليابيليتي بالظبط، واختها الناحيه الثانيه ان انا التركيز بتاعها اكبر من النقطه دي تمام. بعد كده السبيكه 2 و3 فيهم بيتا او فيهم الفا ظهرت، ولكن كانت نسبتها بسيطه فترسبت على الجرين. السبايك المهمه بالنسبه لنا هي 3 و4 و5. 3 الهايبو ايوتكتيك فيها الفا برايمري ظهر وبعد كده شرايح الفا وبيتا، والهايبر فيها بيتا برايمري وبعد كده ظهر فيها الالفا برايمري، الالفا ايوتكتيك والبيتا ايوتكتيك. هنا ما عنديش غير الايوتكتيك الفا وبيتا. طالما الامتحان هيجي ام سي كيو فالكلام عادي هيحب يسالك كتير بقى، لان زمان كان يخبط مساله ويسال بقى براحته. فنخلي بالنا جدا من التركات في الكلام، يعني يقول لك مثلا ترو اند فولس، مثلا يقول لك ايوتكتيك الوي فيها الفا برايمري، لا اللي مش عارف الهايبر ايوتكتيك فيها الفا برايمري، لا ده الهايبر ايوتكتيك تركيزها اقل من الهايبر ايوتكتيك. خلي بالنا من المعلومات ومن الشكل. الشكل ده انا برسمه قاصد ان انا ارسمه سيمبل كده ليه؟ عشان الدكتور يجيبه زي ما يجيبه. المهم ان انت وانت بتختار، على سبيل المثال هو مديك بيقول لك المايكرو استراكشر بتاع سبيكه هايبر ايوتكتيك، هو ايه من الرسومات دي؟ انا يهمني ان انت تبقى فاهم هايبر يبقى لازم يكون فيها بيتا برايمري والفا ايوتكتيك وبيتا ايوتكتيك، ادور في الرسومات على اللي موجود فيها الثلاثه دي
تمام كده؟ يرسمها بقى بالشكل ده، يخليها كوره واحده، يرسمها سيمبل، مش هتفرق معايا. انا ادور عندي على اللي انا عايزه. بيقول لي ايوتكتيك الوي مايكرو ستراكشر، يبقى انا هبص على الشكل اللي فيه شرايح بس. حاططهم كده، حاططهم بشكل معقد، المهم ان ابص عليها ما الاقيش غير شرايح بس، والاقي اساميهم الفا برايم، الفا ايوتكتيك وبيتا ايوتكتيك. تمام كده؟ من المقارنه اللي احنا لسه عاملينها دي بتبدا افكار المسائل. مسائل اللي بيعرف يشتغل بالليفر رول في السكشن اللي فات مش هيبقى عنده مشكله هنا قوي يعني. يعني على نفس الرسمه دي جابها لك في الامتحان وقال لك بي بي اس ان الوي هاز 50% اس ان رقم واحد، وات از ذا برايمري فيز. احنا هنعتبر ان الامتحان مش ام سي كيو وهنجاوب، وبعد كده انت مش هيبقى عندك مشكله في اختيار الايه الناس. اول حاجه بي بي اس ان الوي هاز 50% اس ان. اول حاجه اوقع السبيكه دي، اوقع السبيكه في مكانها. 50% هتبقى فين يعني؟ كانها رقم كام يا راجل؟ 3. 50% يا جماعه يعني هنا، هنا كده. تمام. اول سؤال بيقول وات از ذا برايمري فيز مين؟ ايه؟ ايوه مين هي البرايمري فيز بقى؟ الفا. هي هايبو ده نوعها. لا انا بقول لك ايه البرايمري فيز، اعرفه ازاي؟ قلنا هو انا واقع هنا يبقى اللي بيكون عارف، يبقى الاجابه الفا برايمري. السؤال الثاني اللي انتوا جاوبتوه دلوقتي هيقول لك از ذس الوي هايبو اور هايبر بيوتكتيك. هتبقى هايبو. تمام كده. رقم ثلاثة بيقول بقى خلي بالك ديترماين احسب ذا ماس فراكشن اوف برايمري فيز. احسب الماس فراكشن بتاعتها. وهنا بقى اول حاجه هتعمل لك يعني لخفنه شويه. ليه؟ المره اللي فاتت كنا بنقول لو انا عايز احسب اي ماس فراكشن او اماونت او اي اعمل فيز اناليسيز عموما لازم يبقى معايا كومبوزيشن ودرجه حراره، صح؟ كنت بحط لك درجه الكومبوزيشن واقول لك عند السبيكه عند درجه حراره رقم كذا احسب لي مين كام فيز موجوده والماس فراكشن بتاعتهم والكومبوزيشن والكلام ده. هنا لو قال كده يبقى انا هشتغل عند درجه حراره معلومه. انا عندي درجه حراره معلومه غير بتاعه الايوتكتيك ما عنديش، يبقى انا هشتغل عند درجه الحراره دي. بس خلي بالك بقى مش هشتغل عندها بالظبط. ليه؟ لان نقطه درجه الحراره دي نقطه فاصله ما بين الالفا وليكويد والالفا وبيتا، او لو انا الناحيه دي بيتا وليكويد والفا وبيتا، فانا هشتغل كاني فوقها بالظبط. وبنقول ان الحل اللي بنقول جاست، انا اللي بفترض اهو جاست اباف الايوتكتيك لاين. ليه انا عملت كده؟ عشان انا ما عنديش درجه حراره. يعني هو ممكن دي ممكن دي درجه حراره، يقول لك عند مثلا 200 عند 300 حط السبيكه ودرجه الحراره وشوف هتبقى كام فيز واقطع الخطوط وانزل اقرا وعادي مفيش مشكله. انما لما يقول لك هات البرايمري فيز ويسكت يبقى انا هشتغل كاني فوق الخط. واعمل ايه بقى؟ فالطبيعي كنت بقى اجي عند نقطه التقاطع وامشي يمين واقطع خط اهو الليكويد وانزل اقرا، وامشي شمال واقطع خط الالفا وانزل اقرا، عشان في الاخر يبقى عندي ليفر تاي لاين بالشكل ده، السبيكه 50 ليكويد كده والفا كده، انزل اقرا القيم دي. فقال لك ان القيمه طالما انت واخد جاست اباف فالقيمه دي هتبقى قريبه جدا من النقطه دي، فخد النقط اللي هي هيدالك على المساله دي. يعني انا هنفترض ان دي هتبقى كام؟ مثلا لو انت واخد جاست اباف بالظبط 61 مثلا و8 من 10 61.5، ودي هتطلع 18.5 19. فقال بقى عشان ما تقعدش بقى تعمل خد الارقام دي، هتبقى هنا 18.3 من 10 وهنا 61.9 من 10. قول يا هندسه. حد بيسال؟ اقل ماشي. ما هي مرحله يعني. تمام كده؟ يبقى انا هعمل ايه؟ هاخد جاست اباف واخد الارقام اللي موجوده عندي. بس خلي بالك بقى انا لما مشيت يمين جبت مين؟ ليكويد وقريته اللي هو 61.9 من 10، وجبت شمال وجبت مين؟ الفا. الفا مين بقى؟ الفا برايمري، ما تنساش لانه هو اصلا بيقول لك احسب برايمري فين.
واخد القيمه بتاعتها اللي هو كاتبها لي عندي في المساله. نعرف نحسب كده، اقول الويت بيرسنت او الماس فراكشن بتاع الالفا برايمر هيساوي الدراع البعيد على الدراع الكلي، صح ولا غلط؟ هتطلع كذا في الميه او زي ما يكون، تمام كده؟ طيب راح مكمل تاني وقال لي احسب الماس فراكشن اوف ايوتكتيك مايكرو كونستيتوانس. مايكرو كونستيتوانس اللي هي المكونات، يعني احسب الماس فراكشن بتاع مكونات الايوتكتيك. طب هو بقى السؤال دلوقتي، انا فوق الخط كان معايا مين؟ الفا برايمري وليكويد، صح؟ تحت الخط كان معايا مين؟ لا الالفا دي جواها مين؟ طيب خلي بالنا بقى، دي نقطة مهمة جدا، ان انا لما يكون في الهايبو، بعيد عن المسألة بقى، لما يكون في الهايبو الالفا دي برايمري ودي ليكويد، الالفا والبيتا دول لما اكون هنا هم مين؟ الالفا دي جواها اتنين الفا برايمري ويتكتك ودي بيتا يتكتك بس. طب لو انا هنا البيتا دي مين؟ بيتا برايمري. طب والالفا والبيتا دول؟ اتنين بيتا وواحد الفا، تمام. يبقى انا لو هشتغل جاست اباف هعرف اجيب البرايمري عادي، تمام. طب انا عايز بقى مكونات الايوتكتيك. طب هو دلوقتي هنا بقى بنسميهم ايه؟ انا بسميهم توتال، سواء بقى 2 الفا و1 بيتا او 2 بيتا و1 الفا. ولو انا اشتغلت بقى تحت الخط، يبقى انا لو اشتغلت فوق الخط هجيب الفا برايمري، ولو ليه هشتغل تحت الخط برضو؟ لان ما عنديش درجه حراره. لو انا هشتغل تحت الخط كده هجيب مين؟ انا هجيب السبيكه 50 اهو، لما تحت الخط اوعى تقطع النقطه دي، انت ماشي تحت الخط تحتها يعني، فهجيب شمال الفا 18.3 واجيب يمين مين؟ بيتا، صح؟ 97.8 اسميهم الفا ايه وبيتا ايه؟ توتال. سؤال بخمسة جنيه بقى، انا عايز اجيب نسبه الالفا يوتكتك. وانا خلاص، هو خلاص خلاص امري الى الله بجد. اهو انت قلت ايه بقى؟ قلت ايه عشان يسمعوا بس؟ حد سمع وفهم؟ تمام. خلينا بقى نقول على هنا، انا دلوقتي ما عنديش حل على الفيز دايجرام الا حلين او خطين بعرف اخدهم، تاي لاين فوق الخط بجيب البرايمري عادي والليكويد معاه لو عايزه، تمام كده؟ وتحت الخط بيجيب دي توتال. هي المشكله ليه توتال؟ لان انا هنا يا اما 2 الفا 1 بيتا، يا اما لما اروح يمين الاقي 2 بيتا 1 الفا، فانا تحت التاي لاين ما بيجيبليش غير الفا توتال وبيتا توتال. طبعا بالليفر رول عادي هتطلعوها بقى، خلاص بقيتوا حريفه يعني، الدراع البعيد على الكل. كده انا جبت هنا في الحاله دي البيتا توتال دي هي مين؟ يا راجل هي الايوتكتيك، هي واحده بيتا بس، انما دي جواها الفا برايمري وجواها الفا ايوتكتيك، وبالتالي عشان اجيب الالفا ايوتكتيك ده هقول هي الالفا توتال ناقص الالفا برايمري. عشان كده بقى لو الدكتور حب يلففك حوالين نفسك ويسهل ويحط سؤال واحد هيقول لك هات الماس فراكشن بتاع الايوتكتيك ويسكت. هعمل ايه؟ هنزل تحت هلاقي توتال، وعشان اجيب الايوتكتيك لازم اطلع اجيب فوق، تمام كده؟ تمام. يبقى نخلي بالنا من النقطه دي جدا جدا جدا، ان هو يقول لي الايوتيك. طيب وانا لو جبت ليكويد اللي فوق ده، الليكويد ده هيساوي مجموع مين ومين كارقام؟ مفيش خمسات تاني يعني، اقوله عادي. الليكويد ديت قبل الخط كانت معاها برايمر، لما نزلت الخط جابت الفا ايوتيكتيك. انت صحيت؟ طيب الحمد لله. الفا ايوتكتيك وبيتا ايوتكتيك. يبقى اذا لو مفروض يعني، لو انا بشيك على نفسي او لو انا اصلا عايز اعملها، يبقى مفروض ان الليكويد هي مجموع دي زائد دي اللي انا هجيبهم، تمام كده؟ يبقى انا اصلا كنت ممكن اجيب الليكويد اللي فوق واروح جايب البيتا ايوتكتيك واروح منقصهم من بعض يطلع الالفا ايوتكتيك كده او كده، مفيش عندي مشكله. نفس المساله دي يا شباب، يروح واحد يقول لي طب هو الجاست اباف والجاست بلو ده؟ طبعا هنا بقى كاني بشتغل جاست بلو، بتبقى كام درجه يعني؟ درجتين ثلاثه خمسه. ليه بقول لك كده؟
مش دي 183؟ ممكن يجي الدكتور في الامتحان ويقول لك اعمل فيز اناليسز او احسب لي الماس فراكشن بتاع الفيزيس اللي موجوده عندي 200. محدش بقى يستعبط وروح شغال زي استعبابه. ليه؟ لان 200 فين؟ بعيده. انما هو ممكن يسكت ولو سكت يبقى انا هشتغل جاست بلو ابوف، تمام؟ وممكن يقول عند 1185 187 يبقى خلاص قصده جاست ابوف. انما لو قال احسب عندي 200 درجه لا، تمام كده؟ زي بالظبط لو قال احسب عند 150، في الحاله دي هطبق اللي احنا خدناه الايه سيكشن اللي فات، هاجي عند 200 واقطع واشوف نقطه التقاطع عند الفا وليكويد وهتبقى الفا برايمري برضه، بس مش هجيبها بالطريقه دي، تمام كده؟ طب هو واحد يقول لي واحنا ليه اصلا اشتغلنا عند الخط؟ عشان ما عنديش درجه حراره، وعشان هي دي اقصى نسبه للالفا برايمري ممكن تبقى موجوده. مش الالفا برايمري دي وانا نازل كده كانت بدات تتكون هنا وبدات تزيد تزيد تزيد، فانا لو عايز النسبه الحقيقيه اللي هي هتبقى موجوده في السبيكه لما امسكها كده درجه حراره الغرفه هي عند الخط بالظبط. طب هيقول لي طب ماشي، طب تحت الخط بقى ما انت لسه مكمل. هقول لك الفرق بسيط جدا، الفرق هيبقى بسيط جدا. كذلك برضو لما يجيب لي 150 هروح اشوف 183 فوق 150 تحت اهي، اروح حاطط 150 عند الفا وبيتا واكمل، تمام كده؟ يبقى يكمل على السؤال ده اللي احنا قلناه من شويه اللي هو ارسم الكولنج كيرف وارسم المايكرو استراكشر. الموضوع الامتحان ام سي كيو مش هينفعك ابدا ان انت كده كده مش ترسم بايدك، فانا هختار. لو ما رسمتش الكلام ده بايدك مش هتعرف تختار، تمام؟ انا ضد الامتحان ام سي كيو في الماده دي بالذات في الرسم المايكرو استراكشر، لان هي احد السكيلز اللي لازم تطلع بيها من الكورس ده ان انا اعرف ارسم ده. الحسابات دي اي حد يجيبها مفيش مشكله، ده آلة حاسبة ممكن اعملها بمجرد النظر اصلا. وحتى هنا مش لازم اشوف الرسمه، لو انت شاطر وايدك جريت في المسائل ممكن تعمل الكلام ده من غير ما تحط الخط بتاع بعيني كده، هنا 50 هنا كذا هنا كذا والآلة حاسبة واطلعها. انما المهاره دي ان انت ترسم مايكرو استراكشر وكولين كيرف وتيجي في الحديد والكربون وتلاقي بقى كور جواها شرايح وشرايح جواها شرايح وحاجات لوحدها لازم تعمل. فنصيحه مني ليه كنتوا بعيد عن الامتحان ان انتوا الحاجات بتاعه المايكرو استراكشر وكولين كيرف دول تحط الرسمه وتشتغل وتشوف عندك مشكله في ايه، مش عارف ترسم ولا مش عارف ترسم كولين كيرف ولا عندك مشكله في فهم ان انا لما اعدي على الخط ايه اللي يحصل او كده. لو انت رسمت الكلام ده بايدك الاختيار في الامتحان هيبقى سهل جدا، تمام كده؟ حتى في ناس بتبقى لذيذه كده بتعمل جدول يقول لك لو انا قبل البتاع يبقى المفروض يعني يكتب كده هايبو المفروض يبقى الفا برايمري زائد الفا ايوتكتك زائد بيتا ايوتكتك. الهايبر بيرتب دماغه، تمام؟ بيرتب دماغه ازاي؟ ان هو عشان هو عارف بتترسم ازاي ورسمها بايده، بس عشان لما يجي يختار يبقى عارف ان هم دول اللي